السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل حلقتنا الثالثة من حلقات الكومنتري سكرين ريدر. وفي هذه الحلقة سنشرح الإعدادات. في هذه الحلقة سنشرح إعدادات ردود الفعل وإعدادات الإجراءات. الشاشة الرئيسية صفحة 3 من 4. لنبدأ. النقر مرتين سبق قبل للتفعيل، أن نبدأ النقر مرتين مع الاستمرار لإجراء ضغط مطول. كما في كل حلقة، لا تنسوا تسجيل الإعجاب، وإن لم تكن منه مشتركين يرجى الاشتراك. ولنبدأ حالا. الإعدادات العامة 1 من 4 2 0. الإعدادات العامة: إعدادات تحويل النص إلى كلام 2 من 4. إعدادات ردود الفعل 3 من 4. إعدادات تحويل النص إلى الإعدادات. سرعة الكلام 1 من 8. الواحدة والتسعة عشرة. مستوى صوت الكلام سرعة الكلام مستوى نطق تلميحات الاستخدام لم يتم تحديد نطق عدد عناصر القائمة لم يتم تحديد مربع اختيار 4 من 8. رجوع زر. إعدادات ردود الفعل 3. إعدادات ردود الفعل. إعدادات تحويل النص إلى كلام. إعدادات إعدادات ردود الفعل. في إعدادات ردود الفعل التعليقات الصوتية تم تحديد مربع اختيار 1 من 5 داخل القائمة 5 عناصر. فالتعليقات النقر مرتين للتفعيل. مثل تعليقات تورك باك. ولذا وحتى نشرح ذلك سنراها بعد قليل. مستوى صوت 2 من 5. النقر مرتين للتفعيل. نرى مستوى الصوت. تنبيه مستوى صوت تم 68 71 2 و... فلنجعلها 100. 88 91 2 100 101 من 101 99 101. إعدادات ردود الفعل: شدة الاهتزاز الاهتزاز الحزم الصوتية 3 من 5. الحزم الصوتي تنبيه الحزم الصوتية تم تحديد افتراضي. لدينا هنا النقر مرتين للتفعيل. إلغاء زر. النقر مرتين للتفعيل. إعدادات ردود الفعل: الحزم الصوتية 3 من 5 داخل القائمة 5 عناصر. النقر مرتين للتفعيل. العرض العام زر خارج القائمة. شدة الاهتزاز 5 من 5. تنبيه شدة الاهتزاز شديد 3 من 4. النقر مرتين خفيف 1 من 4. تم تحديد متوسط 2 شديد 3 شديد جدا 4 من 4. إلغاء زر خارج القائمة. إعدادات رجوع زر خارج القائمة. بالنسبة لي أتركه النقر مرتين. إعدادات الإجراءات 4 من 4. تنبيه يرجى الانتظار. فلننتظر حتى إعدادات الإجراءات هل تنقل إلى أعلى زر. حزم الإيماءات مخصص 1 من 14 داخل حزم الإيماءات. تنبيه حزم الإيماءات افتراضي. النقر إلغاء زر. حزم الإيماءات افتراضي. إلغاء زر افتراضي. إلغاء زر. النقر مرتين. حزم الإيماءات إلغاء زر. فلنقوم مخصص إعدادات الإيماءات 2 من 14. النقر مرتين للتفعيل. الإيماءات من هنا أيضا مخصص. خروج التمرير لليسار ثم لليمين افتراضي 5 من 20. التمرير لليمين افتراضي 4 من 20. بالمناسبة النقر مرتين للتفعيل لليمين ولليسار للأعلى وللأسفل لا يمكننا تغييره. لذلك عفوا لأنها خاصة بالنسخة المدفوعة. التمرير لليسار ثم لليمين. التمرير لليمين افتراضي. التمرير لليسار ثم تنبيه التمرير لليسار ثم لليمين. تم تحديد وظيفة 7 من 7. أولا وظيفة. تنبيه وظيفة بحث مربع تعديل. التمرير للأسفل. العنصر الأخير. العنصر التالي 2 من. العنصر التمرير 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 خفض رفع القسم الرابط عنصر
خفض رفع نطق المؤقت الموت أشاش رمز وصف الترجمة تعتيم الحاق المفض مربع لصق نسخ النت نسخ مع صن رفع التنقط النقط تصفح التطبيق أشاش رجوع النقر رجوع 42 من أحد مخصص التمرير لليسار ثم لليمين وضيف رجوع التمرير لليمين ثم لليسار افتراضي 6 تنبيه التمرير لليمين ثم لليسار فتح تطبيق 6 وظيفة 7 تنبيه وظيفة رفع مستوى شد القط الموقع الحالي أشاشة رمز تحقق أشاشة الافتراضية رمز تحقق وصف الإيمان ترجمة 5 تعتيم الشاشة 26 من أحد الحافظة 7 المفضلة مربع له لصق نسخ أحد النسخ النسخ إضافي محو النص 4 صندوق الإشعاع رفع الإصبع التنقل المفصل 7 النقر لنقل تصفح العب التطبيقات الشاشة الرئيسية 1 مخصص التمرير لليمين التمرير للأعلى ثم للأسفل افتراضي 7 من 20 تنبيه التمرير للأعلى ثم للأسفل تم تحديد افتراضي 1 تولز 5 وظيفة 7 من 7 النقر التمرير للأمام 8 من 81 داخل القائمة 1 و مخصص التمرير للأعلى ثم للأسفل وظيفة التمرير التمرير للأسفل ثم للأعلى تنبيه التمرير للأسفل ثم للأعلى وظيفة 7 من تنبيه وظيفة العنصر س التمرير للأسفل 6 التمرير للخلف 7 من مخصص التمرير للأسفل ثم للأعلى التمرير لليسار ثم للأعلى افتراضي 9 تنبيه التمرير لليسار ثم للأعلى تم تحت وظيفة 7 من 7 تنبيه وظيفة القسم التالي الراب الراب عن عن خف رفع نطق الم الم أش وسط ترجمة تعتيم الحق المف مربع لصق نسخ 31 مخصص التمرير لليسار ثم للأعلى وضيف النسخ 9 من 20 داخل القاء التمرير لليسار ثم للأسفل افتراض تنبيه التمرير لليسار ثم لا شيء وظيفة 7 تنبيه وظيفة العنصر العنصر التمرير 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 خفض مستوى شريط رفع مستوى شريط التمرير القسم السابع القسم الرابط الرابط عنصر عنصر خفض رفع نطق المؤقت 20 الموقع أشاشة رمز تحق وصف الإيه ترجمة تعتيم الشاب الحافظة المفضلة مربع لإيه لصق 30 مخصص التمرير التمرير لليسار ثم للأعلى وضيف النسخ التمرير لليسار ثم للأسفل وضيف التمرير لليمين ثم للأعلى افتراضي تنبيه التمرير لليمين ثم للأعلى تم تحديد فتح تطبيق 6 من 7 وظيفة 7 تنبيه وظيفة بحث مربع العنصر التمرير التمرير خف رفع القسم عن خف رفع نطق الموت أشاشة رمز تحق وصف الإيمان ترجمة تعتيم الحاف المفضل مربع لإدخال لصق 3 نسخ 1 و3 النسخ المتقدم نسخ إضافي محو النص 34 صندوق الإشعارات محو النص 34 نسخ إضافي النسخ نسخ أحد لصق 30 نسخ 1 و النسخ المتقدم نسخ إضافي محو النص 4 مخصص التمرير لليمين ثم للأعلى وضيف محو النص 11 من التمرير لليمين ثم للأسفل افتراضي 12 من تنبيه التمرير لليمين ثم للأسفل تم تحديد وظيفة 7 من 7 تنبيه وظيفة العنق خف ترجمة 5 نسخ إضافي 3 قائمة قراءة المقالة الرأي التصفح تلقائي التنقل بدقة التصف قاء قراءة تصف تحديد المساق الإملاء الإضاءة الدواء التعرف المسح كاميرا إعدادات تعليق الاستكشاف بلمس تعليق كومنتاري مخصص التمرير لليمين ثم للأسفل وظيفة تعليق اليمين ثم للأسفل وظيفة تعليق كومنتاري التمرير إلى وسط الشاشة من الحافة التمرير لليمين من الحافة اليسرى التمرير للأسفل ثم لليمين افتراضي 6 التمرير للأسفل ثم لليسار افتراضي التمرير للأعلى التمرير للأعلى ثم لليسار افتراضي 3
التمرير لليمين ثم للأسفل. التمرير للأعلى ثم لليمين. تنبيه التمرير للأعلى ثم لليسار. تم تحدي افتراضي 1/7 داخل القائمة 7 وظيفة 7/7. تنبيه وظيفة بحث مربع. التمرير للأمام 8 خفض رفع مستوى شريط التمرير. خفض مستوى شريط التمرير مخصص. التمرير للأعلى ثم تنبيه التمرير للأعلى ثم لليسار. تم تحدي تنبيه وظيفة. التمرير للأمام 8 خفض مستوى رفع مستوى شريط مخصص. التمرير للأعلى ثم لليسار وضيف رفع مستوى. التمرير للأعلى ثم لليمين تنبيه التمرير للأعلى وظيفة 7 تنبيه وظيفة. التمرير للأمام 8 خفض مستوى شريط مخصص. التمرير إلى وسط الشاشة من الحافة اليمين. التمرير لليسار. التمرير لليمين من الحافة اليسرى. تنبيه التمرير لليمين من الحافة اليسرى. تم وظيفة 7/7 إلغاء التمرير للأسفل ثم لليمين افتراضي. التمرير للأسفل ثم لليسار افتراضي. تنبيه التمرير للأسفل فتح تطبيق 6/6 وظيفة 7 تنبيه وظيفة رفع مستوى شريط التمرير. القسم السابق القسم التالي الرابط السابق الرابط التالي عنصر التحكم عنصر التحكم خفض مستوى صوت 17/1 رفع مستوى صوت مخصص. التمرير للأسفل ثم لليسار وضيف رفع مستوى. التمرير للأسفل ثم لليمين تنبيه التمرير لل لا شيء ثلاث وظيفة 7 تنبيه خفض مستوى شريط الرابط الرابط عنصر التحكم عنصر خفض مستوى صوت 7 مخصص. التمرير للأسفل ثم لليمين رجوع زر خارج القائمة. النقر مرتين لتفعيل النقر مرتين مع الاستمرار لإجراء ضغط مطول. إعدادات الإجراءات التنقل إلى أعلى زر النقر مرتين. إعدادات الإيماءات إيماءات تمرير لليمين ولا اليسار ولا حزم إيماءات التطبيق. استخدام وضع اللعب ضع التطبيق في وضع اللعب لتعطيل الإيماءات تلقائيا أثناء تشغيله 6/14 النقر مرتين لتفعيل. إعدادات يقول لك بدك تحط هذا التطبيق فوضع اللعب يعني بالضغط. استخدام وضع اللعب ضع راح يعطل لك الإيماءات تلقائيا. إعدادات الإيماءات البديلة 7/14 إعدادات الإيماءات النقر مرتين للتفعيل. فأنا سأستكشفها لأول مرة. فلنذهب إعدادات الإيماءات البديلة إجراءات اختصار التمرير لليسار. هذه الوظيفة متاحة فقط في النسخة المدفوعة. إجراءات إعدادات التمرير للأعلى إعدادات الإيماءات البديلة خارج القائمة رجوع زر إعدادات الإجراءات إعدادات تمرير 8/14 إعدادات إيماءات الحافتين 9 إعدادات الإيماءات البديلة إعدادات تمرير 8/4 إعدادات تمرير استخدام تمرير لليمين ولا اليسار للتنقل. عند تحديد هذا الخيار يتم تغيير تركيز باستخدام التمرير. تصبح مثل طريقة التولك باك في أثناء التمرير. إعدادات 16 إعدادات 16 دقيقة. استخدام تمرير لليمين ولا اليسار للتنقل. عند استخدام تمرير لليمين ولا اليسار التصفح بعناصر التنقل على صفحات الويب لم يتم تحديد مربع اختيار 2/3 تمرير الصفحات تلقائيا. يتم تمرير إلى صفحة التالية تلقائيا عندما تصل إلى نهاية الصفحة الحالية. لم يتم تحديد مربع اختيار 3/3 تم تحديد. إذا ما وصلت لآخر عنصر في الصفحة سينتقل مباشرة للصفحة التالية. تمرير الصفحات تلقائيا. يتم تمرير إلى صفحة التالية تلقائيا عند التصفح بعناصر التنقل على صفحات الويب. لم يتم تحديد مربع اختيار استخدام تمرير لليمين ولا اليسار للتنقل. التصفح بعناصر التنقل رجوع إعدادات الإجراءات إعدادات تمرير 8/14 داخل القائمة. إعدادات إيماءات الحافتين 9/ إعدادات مفاتيح الاختصار 10/4 هنا أيضا عندنا إعدادات مفاتيح الاختصار. استخدام مفاتيح التحكم بمستوى صوت كمفاتيح اختصار. اضغط مطولا على مفاتيح التحكم بمستوى صوت لإجراء عمل. عرض عناصر التحكم في مستوى صوت عند تعديل عليه. لم يتم تحديد مربع اختيار 2/10 تم تحديد. يجب أن تكون محددة عرض عناصر التحكم. استخدام
عرضوا عناصر التحكم في مستوى صوت عند التعديل عليه. تم تحديد مربع اختيار 2/10. استخدام مفاتيح التحكم في مستوى صوت لتحريك المؤشر أثناء التعديل. لم يتم تحديد مربع اختيار 3/10. النقر مرتين للتفعيل. تم تحديد استخدام مفاتيح الأسهم لنقل التركيز. لم يتم تحديد مربع اختيار 4. استخدموا مفتاح سماعة الرأس لتحكم. اضغط معا على مفتاحي رفع وخفض مستوى صوت. تعليق الاستكشاف بلمس مؤقتا. تنبيه اضغط معا على مفتاحي رفع وخفض مستوى صوت. تم تحديد تعليق إيماء من إيماءات. تعديل الإيماءات 77. تعليق كومنتاري مؤقتا 75/86. النقر مرتين للتبديل. هنا كل واحد اسمه كل واحد واش يحب يديرها. كمان هنا بالنسبة لي ندير تعليق كومنتاري سكرين ليدر. إعدادات مفاتيح الاختصار. اضغط معا على مفتاحي رفع. اضغط على مفتاح رفع مستوى صوت متاحة فقط في النسخة المدفوعة. اضغط مطولا على مفتاح رفع مستوى صوت. يمكنك تخصيص إجراء الضغط المطول على. اضغط على مفتاح خفض مستوى صوت متاحة فقط في النسخة المدفوعة. اضغط مطولا على مفتاح خفض مستوى صوت. يمكنك تخصيص إجراء الضغط المطول على مفتاح خفض مستوى صوت متاحة فقط في النسخة. رجوع زر خارج القائمة. النقر مرتين اضغط مطولا. رجوع زر. إعدادات. إعدادات تمرير 8. إعدادات إيماءات الحافتين 9. إعدادات مفاتيح الاختصار 10/14. إعدادات إجراءات النقر 11/. إعدادات إجراءات النقر. إعدادات لتفعيل بنقرة واحدة. النقر على العنصر المركز عليه حاليا لتفعيله. لم يتم تحديد يعني مربع اختيار 1/7. النقر مرتين لتفعيل بنقرة واحدة يتم تفعيله مباشرة. سنجرب ذلك بعد تفعيل الكومنتاري. رفع الإصبع عن العنصر للتفعيل يؤدي رفع الإصبع إلى تفعيل العنصر المركز عليه. إذا ظل الإصبع لفترة أطول على العنصر فلن يتم تفعيله. لم يتم تحديد مربع اختيار 2/7. النقر مرتين للتفعيل. تفعيل العنصر بعد رفع الإصبع. رفع الإصبع عن العنصر للتفعيل. استخدم النقر المباشر بدلا من النقر الخاص بإمكانية الوصول تفعيله. يعني إذا ما كنا ضغطين على عنصر معين لمدة طويلة ورفعنا ضغطنا مطولا على عنصر ورفعنا إصبعنا راح يتفعل هذا العنصر. استخدم النقر المباشر بدلا من النقر الخاص بإمكانية الوصول في أنظمة 7 والإصدارات الأحدث. قد تحل هذه الوظيفة مشكلات بعض التطبيقات التي لا تتفاعل مع الإدخال. متاحة فقط في النسخة المدفوعة. لم يتم اضغط ثم ارفع إصبعك لتفعيل إجراء الضغط المطول. محاكاة الضغط المطول مع إيماءة الضغط ثم رفع الإصبع. تم تحديد مربع اختيار 4. أنا باش تسيليكسيوني حاجة تحط صبعك مدة معينة تهز يدك راح تسيليكسيوني هذاك العنصر اللي راح اللي حاب تسيليكسيونيه. اضغط ثم ارفع اصبعك لتفعيل اجراء الضغط المطول. محاكاة الضغط المطول مع ايماءة الضغط ثم رفع الاصبع. تم تحديد مربع اختيار. اظهار الاجراءات غير المتاحة في قائمة الاجراءات. تم تحديد مربع اختيار 6/7. النقر مرتين للتفعيل. اظهار اجراءات غير متاحة في قائمة الاجراءات محدد. مهلة الضغط المطول 750 7/7. طيب نقول لك مهلة الضغط المطول. رجوع زر. إعدادات أخرى 14. إعدادات أخرى. هز الهاتف لا شيء 1/6. النقر تنبيه هز الهاتف. فتح تطبيق 5/86. أيضا النقر مرتين للتبديل. نجدها كإيماء. ثلاث فتح تطبيق 5. العنصر السابق. العنصر تا. العنصر الأول. العنصر الأخير. التمرير للخلف. التمرير للأم. خفض مستوى. رفع مستوى. القسم السابق. القسم التالي. الرابط السابق. الرابط التالي. عنصر التحكم. عنصر التحكم. خفض مستوى. رفع مستوى صوت. نطق الوقت الحالي 4. إعدادات أخرى. هز الهاتف. حساسية الهز 20. هز الهاتف للرد على المكالمة. لم يتم تحديد مربع اختيار 3/6. أيضا عدة النقر مرتين للتفعيل. يقول لك هز الهاتف للرد على المكالمة. تم تحديد
لا تستخدم الإيماءات المخصصة في وضع التنقل بدقة القراءة. تم تحديد مربع اختيار 4 من 6. أنصحكم النقر مرتين للتفعيل. أن لا تزيل التحديد هذه. استخدام وضع التصفح العقدة للمستخدمين المتقدمين فقط. لم يتم تحديد. تم تحديد. تفعيل الإيماءات. لا تقم بتعطيل هذا الخيار إذا كنت كفيفا كليا. تم تحديد مربع اختيار 6 من 6. نعم. النقر مرتين للتفعيل. تفعيل الإيماءات. لا تقم بت... هذا الخيار الأخير تفعيل الإيماءات عليه إذا كنت كفيف كلي، يعني